10 أخطاء بنقع فيهم عند استخدام بطاقة المشتريات أو فيزة المشتريات أو كارت المشتريات أو البطاقة الائتمانية، أيا كان الاسم، لازم نخلي بالنا من العشر أخطاء اللي احنا نتكلم عنهم. ولكن الأهم هو أنت عايز البطاقة دي ولا لأ؟ لو عايز البطاقة دي اعملها، مش عايز البطاقة بلاش تعملها. لازم تبقى عارف إن ده قرض، القرض ده البنك بيديهولك مصرح بيه مشتريات فقط، يعني ما سحبش نقدي. يعني ما تسحبش نقدي، لانك انت لو سحبت نقدي البنك بيحسب عليك فايدة، ده الى جانب في عمولة مع كل عملية سحب، تختلف من بنك لاخر، لكن حط في المتوسط 150 جنيه على كل عملية سحب انت بتقوم بيها سحب نقدي. البطاقة دي مخصصة للمشتريات فقط، ولذلك احنا دايما بنقول عليها ان هي بطاقة مشتريات او كارت مشتريات او فيزة مشتريات، لكن كل الاسماء دي تحت مظلة البطاقة الائتمانية او الكريدت كارد. فلازم نبقى فاهمين ايه هي البطاقة، ايه هي طبيعتها. تعالوا نتعرف على العشر اخطاء. طب بس هي العشر اخطاء دي؟ لا، اكيد في اخطاء تانية، لكن احنا جمعنا اهم 10 اخطاء انت بتقع فيهم عند استخدام البطاقة الائتمانية. رقم واحد هو الإهمال. الإهمال إنك أنت تهمل في متابعة البطاقة بتاعتك، الإهمال إن أنت تاخدها وترميها في البيت، الإهمال إنك أنت ما تتابعش الرسائل اللي بتجيلك، في إهمال في التعامل مع البطاقة نفسها وإن أنا أستخدمها بشكل عشوائي. ملخص الموضوع، لو أنت مش عايز البطاقة اتصل بالبنك بتاعك والغي البطاقة، أو روح الفرع والغي البطاقة، لأن هي في النهاية قصادها مبلغ محجوز، او ممكن تكون انت فعلتها ومش واخد بالك وعليها مصاريف، والمصاريف دي بتتراكم. فاهم حاجة، لو انت مش عايز البطاقة بلاش تهملها وروح الغي البطاقة. طب انا محتاج البطاقة، يبقى تعالى نمشي واحدة واحدة. الخطأ التاني هو السحب النقدي. كلنا ممكن يستسهل الموضوع، المرتب اتأخر فيروح يسحب من البطاقة مبلغ مالي، ده خطأ كبير جدا بيقعوا فيه اللي معاهم البطاقة الائتمانية، لأنك انت بمجرد ما بتسحب بيتم حساب عليك فايدة، وحاليا الفايدة مرتفعة ممكن توصل ل4% شهريا، يعني 48% سنويا. تخيل انت بتدفع 48، يعني قربت تدفع 50% بسبب انك انت سحبت. ده غير انك انت مجرد ما بتسحب بيبدأ البنك يحسب عليك حاجة اسمها عمولة سحب نقدي، والعمولة دي بتختلف من بنك لآخر، لكن خليها في المتوسط 150 جنيه. طبعا الفايدة اللي انا بقول عليها 48 ممكن تبقى بعض البنوك 30، بعض البنوك 35، بعض البنوك 38، بعض البنوك 40، لكن في المتوسط هتلاقيها ان هي 35%، وده رقم كبير جدا تدفعه شهريا. فابعد عن عملية السحب النقدي. الخطأ هو عدم دفع الرصيد بالكامل. كلنا بيجي لنا رسائل حجم المديونية وليكن 10,000 جنيه، فممكن تدفع 500 جنيه، فانت تستسهل وتدفع ال 500 جنيه، لا، ادفع ال 10,000 جنيه بالكامل، ده اجمالي المديونيه اللي عليك اللي لازم تدفعها. طب انا مش قادر، ادفع اكبر مبلغ انت ممكن تدفعه. بلاش تركز على قصه الحد الادنى، لان دايما الحد الادنى باقي المبلغ بيروح فين؟ بيتحول ل مديونيه عليك وفوائد على هذه المديونيه، وزي ما ذكرنا الفوائد حاليا مرتفعه توصل في المتوسط 35%. فطالما معاك فلوس ادفع اجمالي المبلغ، وده مهم جدا انك انت تدفع اجمالي المبلغ، لان عدم دفع اجمالي المبلغ ممكن يعملك انك انت عميل متعثر ويدخلك في الاي سكور. فحاول انك انت تدفع اجمالي المبلغ وليس الحد الادنى. طب عمليه دفع الحد الادنى فقط تدفعه مرة أو اتنين، لكن ما يكونش ده السلوك بتاعك طول السنة، لأن ده بيعمل لك تراكم في المديونية. الخطأ الثاني هو عدم قراءة الرسالة بشكل جيد. هو بيقول لك ادفع في اليوم كذا، يبقى ادفع قبل اليوم كذا، فكلنا بنعتقد ان احنا بندفع يوم كذا، يعني هو بيقول لك ادفع قبل يوم 30، فكلنا بيعتقد او كلنا لما بيقرأ الرسالة بيبص على كلمة 30 وبيروح يدفع يوم 30، لا، انت ادفع قبل يوم 30. فكر انك انت تدفع يوم 25، 26، 27، 28، 29،
لكن ما تفكرش انك انت تدفع يوم 30 لانك انت عديت فترة السماح بهذا الشكل، ممكن يحسب عليه غرامة تأخير في المتوسط 100 جنيه ده الى جانب الفوائد اللي على المبلغ اللي قلنا بتتحسب بشكل يوم. فنخلي بالنا للحاجات البسيطة دي. رقم 5 هو عدم معرفة امتى ادفع، ودي عامله لنا مشكلة كبيرة. الشهر اللي انت دفعت فيه ادفع في الشهر التالي قبل يوم 25. في بعض البنوك بتحسب عملية المشتريات من بداية الشهر لحد يوم 25 من الشهر التالي، وبعض البنوك الأخرى بتحسب من يوم 6 في الشهر لنهاية الشهر التالي. فلازم تتواصل مع البنك بتاعك وتعرف نظام البنك اللي انت موجود فيه، هل هو بيبدأ من يوم 1 لحد يوم 25 الشهر التالي أو من يوم 6 لحد نهاية الشهر التالي. أيا كانت الفترة الزمنية دايما تبقى حاطط في ذهنك كده انك انت الشهر اللي انت بتعمل فيه عملية المشتريات سدد في الشهر التالي قبل يوم 25 علشان خاطر تكون في الامان. ده اذا انت نسيت النظام والشروط بتاع البنك بتاعك او بتاع البطاقة اللي انت بتستخدمه. رقم 6 هو القدرة على السداد. لازم تبقى عارف وانت بتشتري ان عندك قدرة انك انت تسدد في الشهر التالي، يعني محدش يروح يشتري ب5000 جنيه وهو عارف ان الشهر التاني مش هيقدر يسدد ال5000 جنيه، فكده هيعمل عليك تراكم في الديون، وكل ما الديون تتراكم كل ما تخش في مشاكل كبيرة مع البنك وتلاقي المبلغ بتاعك بيتضخم، بعد ما كان 5000 جنيه أصبح 50000 جنيه وانت مش هنا خالص وناسي المبلغ وناسي انك انت تتابع الحساب بتاعك. فمهم جدا وانا بعمل عملية المشتريات ابقى عارف ان انا هسدد في الشهر التالي. ده عدم الاستفادة من العروض. احنا لسه كنا بنتكلم انك انت لما بتعمل عملية المشتريات بتاعتك وليكن ب5000 جنيه لازم تبقى عارف انك انت هتسدد ال5000 جنيه، لكن انا عايز اشتري حاجة ب5000 جنيه وانا مش هقدر اسدد الشهر التالي، يبقى انتظر او اتابع العروض اللي بيقدمها البنك. البنك احيانا بيقدم عروض على البطاقات بتاعته قسط بدون فايده. في الحاله دي تخش على البنك وتقرا الشروط اللي خاصه بالعنوان ده، لان احيانا البنوك بتديك قسط بدون فايده لمده 3 شهور، بعد الثلاث شهور بيكون في حاجه اسمها مصاريف اداريه. فالمهم انك انت تبقى عارف الشروط، لانك انت ممكن تقسط ال 5000 جنيه على 3 شهور بدون فايده، بعض البنوك 6 شهور، بعض البنوك 9 شهور، بعض البنوك سنة. فانت تبقى عارف انك انت هتقسط المبلغ ده فتعمل عملية المشتريات لان في عرض انت هتستفيد بيه. وطبعا اللي عامل البطاقات دي مهم جدا ان هو يستفيد من العروض دي، والا انت عامل ليه البطاقات دي؟ خاصة ان الفترة اللي فاتت دي المصاريف السنوية بتاعتها ارتفعت، وبيتكلم في 200 و250 وبيوصل ل 500 و700 جنيه في السنة. فلازم تستفيد من البطاقة اللي معاك، وإلا لو انت مش هتستفيد من البطاقة اقفلها احسن. فاستفيد من العروض اللي بتنزل، لكن النصيحة في الموضوع ده انك اقرا الشروط الاول. كلنا بنقرا العناوين، حتى على قناة صباح البنوك مجرد ما بيقرا عنوان تيك تيك يطارح سؤال من غير حتى ما يفكر يشاهد الحلقة، ولما تيجي تقول له شاهد الحلقة يقول لك انت عايزني اشاهد الحلقة عشان اعمل لك مشاهدات. يا اخي ده اقل دعم ليك انك انت تعمل لي مشاهدات، لان في النهاية القنوات اللي زي كده دي قنوات ثقافة مالية ما عليهاش الاقبال او حد هيعمل محتوى تافه عشان خاطر يضحكك. انت بتشوف الحلقة لحد نهايتها وانت مبسوط جدا، لكن عشان خاطر حد يقول لك معلومة والمعلومة دي هتفيدك تبقى قاعد مزمزم كده ومش عايز حتى تعمل لنا دعم انك انت تشاهد الحلقة او تشيرها عشان خاطر غيرك يستفيد. فمهم جدا انك انت لما بتسمع حلقات فيها ثقافة مالية ومصرفية اسمع الحلقة للاخر، حتى لو مش هتجاوب على تساؤلات في ذهنك، لانها في النهاية بتعمل لك عملية تراكم في ذهنك، اكيد هيجي يوم تستفيد من المعلومات اللي موجودة في الحلقات الهادفة أو حلقات الاقتصاد بشكل عام. رقم 8 هو استخدام البطاقة في مواقع غير آمنة، يعني ممكن تخش تحمل لعبة فتدفع لها فلوس، ممكن تاخد البطاقة بتاع الوالد وانت مش عارف مدى خطورة انك انت تستخدم البطاقة دي على مواقع غير آمنة. فمهم جدا
انك انت تحافظ على الكارت بتاعك، تحافظ على الارقام السريه، ما تستخدمش اي مواقع، ما تسجلش البطاقه بتاعتك على اي مواقع. في بعض المواقع بيطلب حفظ البطاقه بتاعتك. مش هتتعب لو عملت عمليه مشتريات مره تانية وحطيت ارقام البطاقه من اول وجديد، لان ممكن حد يعمل هاكرز على الموقع ده وياخد ارقام البطاقات ويعمل بيها هو. يعني اذا لو انت ضامن الموقع فممكن حد يعمل هاكرز على الموقع اللي انت ضامنه. فالمهم ما تسجلش البطاقه بتاعتك على اي موقع، وعيد انت استخدام البطاقة وادخال الباسورد وادخال كل البيانات مرة تانية على المواقع دي، لان مش هتتعب لو انت مع كل عملية مشتريات دخلت البطاقة، افضل من ان يتم الهاكر او يتم الاحتيال عليك والسحب من البطاقة بتاعتك. رقم 9، عدم متابعة الرسائل اللي بتجينا. خطورة شديدة ان احنا ما نتابعش الرسائل، ودي قصة حقيقية. واحدة تبع البريد المصري جات لها أكتر من 4 رسائل، ده تم السحب من حسابك كذا، ده تم السحب من حسابك 2000 جنيه، بعدها بأسبوع 3000 جنيه، بعدها بأسبوع 4000 جنيه، لحد ما بدأت تستغرب إيه الرسائل اللي بتجيلي كتير كده. فراحت البريد ففوجئت إن في مبلغ كبير اتسحب منها، واتضح إن البطاقة بتاعتها ضايعة، والباسورد كانت حاطاه مع البطاقة ضايع، والحرامي قاعد يسرق وهي بتشوف الرسائل وبتعتقد ان الرسائل اللي جايه لها دي رسائل خطا. اي رساله تجيلك على الموبايل بتاعك حتى لو خطا، ابدا تواصل مع البنك. انا ما بقولكش تواصل مع اللي بعت لك الرساله، بقول لك تواصل مع البنك، لان احيانا بعض النصابين بيبعت لك رساله ويحط لك رقم ويقول لك انا تبع البنك المركزي او تبع البنك، كلمني عشان البطاقه بتاعتك هتقف، عشان عندك مشكله روح للبنك، ما تروحش للرسائل اللي بتجيلك. فانت لما بتجيلك رساله، الرساله دي انت شاكك فيها، ابدا على طول كلم خدمه العملاء. ممكن خدمه العملاء يقعد معاك 7 دقائق، 8 دقائق، 9 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقه. انا معاك ان الموضوع ده مستفز شويه، اللي هو موضوع الاتصال بالخط الساخن للبنك، ونرجو من البنوك تزود الموظفين في الكول سنتر بحيث ان هم يقدروا يردوا وفتره الانتظار تقل شوية. ولكن هقول لحضرتك حتى لو هتنتظر 15 دقيقة افضل منك انت يتسحب منك مبالغ كبيرة من البطاقة بتاعتك او حتى مبالغ صغيرة. ففي النهاية دي بطاقتك، تبعها وما تزهقش بسرعة، وحاول انك انت توصل للبنك بحيث انك انت لو في مشاكل او البيانات بتاعتك اتسرقت وانت مش عارف، تقدر توقف البطاقة بتاعتك مباشرة مع خدمة العملاء. اخر حاجة معانا وهو الاستسهال. بعد اذنك ما تستسهلش لو الموظف عرض عليك البطاقة دي وانت مش عاوزها، وتقول مش هتخسرني حاجة، وتاخدها معاك وترميها في البيت. لو انت مش عايزها من الاول قول للموظف شكرا انا مش عايزها ومش محتاجها دلوقتي. اولا لان هو بيديها لك بضمان مبلغ مالي، فانت ما بتقدرش تتصرف في المبلغ المالي، وعشان خاطر تتصرف لازم تلغي البطاقة او تتسدد المديونية على البطاقة الاول، وبعدين تلغي البطاقة، وبعدين تروح تنتظر فترة زمنية محددة. فبعد اذنك ريح دماغك، لو انت مش عايزها، شوف انا بقول ايه، مش عايزها، مش هتستفيد منها، يبقى من اول خالص قول للموظف شكرا انا مش عايز البطاقة. حد يقول لي ده الموظف بيجبرني، ده الموظف يقول لي لازم تعملها، مفيش الكلام ده خالص. انا هنا بتكلم على البطاقة الائتمانية او بطاقة المشتريات، مش بطاقة الخصم. فبعد اذنك ما تستسهلش وقول للموظف شكرا. لو لقيت في اي اجبار ليك خش على مدير الفرع وقول له انا هعمل شكوى في البنك المركزي، لان الموظف عندك عايز يجبرني ان انا اخد بطاقة ائتمانية. في الحالة دي انا متأكد ان هو مش هيعمل لك البطاقة الائتمانية، وانا بتكلم على البطاقة الائتمانية. تقريبا دي اهم النقاط اللي لازم تاخد بالك منها وانت بتستخدم البطاقة الائتمانية او فيزا المشتريات او قروض المشتريات، علشان خاطر تتجنب تراكم الديون ومشاكلها، وبعد كده تخش في الاي سكور ومشاكل اكتر وبتعكنن عليك عيشتك. فأهم حاجة تبعد عن كل المشاكل دي، وربنا يحفظنا جميعا من الديون وتراكم الديون. لو في أي سؤال اكتبوا على القناة. كان معاكم دكتور محمد العجمي، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع 10 أخطاء نتكلم عنهم سريعا. رقم 1، الاندفاع نحو ارتفاع اسعار الفايدة مجرد ما احنا